100 كنافه والله العظيم ما شتمت. انت شيخ ايه؟ الغفر. وانا قلت شيخ ايه؟ الزفت. يعني انا شتمت الغفر لان هنا الزفت ضمير غائب يعود على الغفر. طلع عندك ضمير واني اللي ظلمتك. افهمتك في النحو. امال ايه؟ اه منك يا كلب البرك. لا دي شتيمه. لا دي استعاره متنيه. افهمتني في البلاغه. لا شوف بقى البلاغه. انا بشتم البرك اللي بينزل فيه الكلب اللي زيي. لا هنا كلب ضمير مستتر يعود علي. شفت مستتر يعني سترتك. افهمتني في الصرف. امال ايه يا ولد؟ انت اصلا تشتمني ليه؟ انت غفير زيك زيي. يكش بس لولا هي الكوسه هي اللي خليتك شيخ غفر. كوسه. شوف يا ولد، اصحيح ان احنا كنا دفعه واحده لما كنا في المعهد العالي لامناء الغفر؟ بس اقول لك، فاكر يا واد يوم التخرج؟ فاكر واحنا واقفين فوق السور ولابسين الوشاح؟ ايوه. عدت الطياره. ايوه اللي انت قلت عليها طياره الريس. ايوه طياره الريس. شوف بردك لسه مصمم. والله طياره ركاب. طياره الريس. انا هثبت لك. اثبت. الطياره دي كان ماشي قدامها موتوسيكلات. لا شوف طياره الريس يمشي قدامها موتوسيكلات وحفله. ده عشان مخك كنز. انا اثبت لك بقى انها طياره الريس. ازاي؟ مش وهي معديه سمعنا صوت ربابه كده تبقى طياره الريس؟ ايوه الريس متقال. افهمتني في اللا شيء. امال ايه يا ولد؟ يا سلام عليك وعلى نبهتك. بقول لك إيه؟ ايه، قلت لاهل بلد العمده عايزهم ضروري. انا بلغت كل كبارات البلد انهم يحضروا في الساحه عشان العمده عايزه. بس انا عندي مشكله. ايه؟ ما اعرفش انفذ الاوامر زيك كده لمؤاخذه زي الحمار. انا لازم افهم عايزنا ليه. يا ادمن انت لو زيي كان زمانك بقيت شيخ غفر يا ولد. هموت واعرف انت شيخ غفر ازاي. ب 2 جنيه. ازاي؟ اقول لك، صحيت في يوم الصبح اديت لمراتي 2 جنيه وقلت لها هاتي حاجات البيت. ودول تجيبوا حاجه؟ يجيبوا وزه وبطه وفرخه ورز بسمتي وزبادي وخوخ. إيه إيه؟ وجوز ولوز وموز. يا شيخ الغفر، من يومها بقيت شيخ الغفر. افهمتني في الاكمل. امال ايه يا ولد؟ يا عليه عليك وعلى نبهتك. انت لو شيخ غفر بجد تبقى عارف العمده عايزنا في ايه. انت واد تافه. انت بتشتمني؟ يا اهل البلد شايفين شاهدين سامعين. استخرج من الجمله جمع مذكر سالم. انت يا ابني غفير ولا موجه عرب؟ انا مذاكر النهارده وجايلك. لا بقول لك ايه، انا ما عنديش حمل الوجع الدماغ دي. انت مش عارف العمده عايزنا في ايه وعامل عليا انا شيخ غفر؟ يا ابني بلا العمده بلا بتاع. انا ما كانش اصلا طموحي اكون شيخ غفر. امال طموحك تكون ايه؟ كان نفسي ابقى مقدم. مقدم شرطه؟ لا مقدم برامج. ايوه، وابقى زي الاستاذ جورج قرداحي، خضار من غير لحمه. ايوه، وتكسب الناس واعمل برنامج من سيربح الجاموسه. وهلا بقى معانا ابن ميك ونافه، صار معاه ديل الجاموسه وورك الجاموسه ودراع الجاموسه. يا رب اكسب الزلموكي. السؤال قبل الاخير، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اذكر نوع الحلوى اللي اشتغل فيه. 1 صوابع زينب، 2 رموش الست، 3 لديده ولا ديده. احذف اجابتين. حذفنا اجابتين، بقي معاك 1 صوابع زينب. مفيش غير صوابع زينب؟ ايوه. ما بحبهاش. يا واد اجابه واضحه يا ولد. خلاص اخد انا زينب وخد انت الصوابع. يا ابني هتاخد زينب تاخدها بصوابعها. ماشي ماشي اخدها. كسب معانا ابن ميك كنافي. السؤال الاخير على راس الجاموسه، البركه فيه 1 القليل، 2 الكتير، 3 البطيخ. لا دي سهله، بس انا يعني محتار ما بين البركه في الكتير ولا البركه في البطيخ. يا ابني واضحه والله. انا اخد راي الجمهور. يلا هلا الجمهور، حضروا حالكم لساعد ابن ميك كنافه. ادوك 100% الاجابه الاولى البركه في القليل. الحمد لله، بس دي برضو 100% مش اجابه مؤكده يعني. بص انا اتصل بصديق. اتصل بصديق معاك 30 ثانيه من اول ما تقول الو. الو 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 يا اخوانا حد يرد عليه. هو الخط قاطع ولا ايه؟ مش عارف انا. الو الو يا محمد. محمد ايه يا راجل فينك؟ ولا ليه عامل ايه يا محمد؟ يا محمد ايه يا توحشني والله. ليك عايش يا محمد. يا دي استنيتك امبارح على قهوه قعدت اشرب كرسي محسن ما جيتش. الله صحيح امك يا خمسه. ايه يا محمد بعت لنا فطرتين يا ايه يا محمد؟ بقول لك لا ده تليفون برنامج بتكلم ببلاش براحتك. ايه محمد بقول لك انت عامل ايه؟ انت منور التلفزيون. ايه ده يا استاذ انا لسه ما سالتوش. يا ابني الوقت انتهى. لا اجز مده تانية. وانت واقف في سنترال ابو نسمه. طب وانا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ يا ابني قدامك حل من الاثنين. قدامك حل من الاثنين، يا تقبل اجابه الجمهور البركه في القليل يا تنسحب. لا بص انا ما احبش المجازفه، انا انسحب والبركه في القليل. غبي.
خليت امي. انت لا بتساعد الدالي لكن مالك فيه؟ كل ده بسببك انت. عرفت ان انت غفير مش مصروف لك سلاح ليه؟ والله لا انت عشان انت متخلف. انت 5%. انت اللي بتسال اسئله صعبه. انت تسكت خالص. بص يا ولد، شوف اهل بقى اتاخروا ليه. العمده قدامه ربع عايه ويخلص. يخلص ايه؟ حصه اليوجه. لا لا يبقى نجهز. يلا بسرعه، يلا روق الساحه. يلا يا شرابي. ايه ده انت؟ يلا يا شرابي. ايه ده يا شيخ البلد؟ وصل. اتفضل يا شيخ البلد. يا تعالى الحمار هتملص مني. وانت برضه غريب يا شيخ البلد، حد يلبس الحماره جلابيه؟ يلا انا اللي لابس الجلابيه. سلام عليك. ازيك يا عطيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا شيخ بلد. والله العظيم وحشني. والله الحمد لله. انت عامل ايه يا ران؟ انا زي الفل. كويس والله العظيم. انت كويس؟ والله العظيم كويس. انت اخبارك ايه؟ والله العظيم انت كويس. انت كويس؟ انت ما تزعلش. انت مش هتخاف عندي. اوعى تعفن. صباح الخير يا شيخ البلد. صباح النور يا زين. ايه جايبيننا على الصبح على ملا وشينا كده ليه؟ ابو العمده قال لي لامكم لميناكم. والله والله العظيم وايمانات المسلمين هتطلع حاجه تافهه وهايفه. حكيماني عارف العمده بتاعنا دي يموت في التفاهه والهيافه زعنه. اي والله عندك حق، ده راجل دماغه فيها تونه مفتته. ايه فاكر؟ فاكر يا ولا لما اتفرج على فيلم التجربه الدنماركيه وطبق علينا نظريه الست نيكول ثابت وقلعنا هدومنا سلوته وجرنا السلوته بنطب نجري في الخفر نجري. ايوه العيال الصغيره هاصت في اليوم ده. كان يوم يلا بس الحمد لله برضو نحمد ربنا. كان ممكن يتفرج على فيلم ثقافي ويطبقه علينا، يعمل احمد رزق وما نعرفش يعمل ايه، ولا يتفرج على فيلم كارنك وتبقى مصيبه سودا يعمل فيها فرج. ايوه يا لهوي على اللي كان هيعمله فينا فرج، كان هيفرتك لنا السديري. الحمد لله ربنا عافانا. كنت هتتبهدل انت قوي في الموضوع ده. اي أيوة والله انا ما عنديش غيره. بس اقول لك يا خبر بفلوس كمان دي هيبقى ببلاش. صح يا ولا صح. أيوة. وعلى راي المثل ان جات لك الجله في الجلابيه امسحها في اللي جنبيه. لحظه عشان انت راجل مهزق واني ما بفهمكش. انا عايز اسالك سؤال، ده مثل؟ لا دي تويته. تويته؟ ايوه انا احب اتوت، اجيب توت واتوت وانا امشي اتوت في الشارع. بقول لك ايه يا شيخ البلد؟ إيه؟ ما تتوتش مني في الموضوع. الحق انت عندك ارض في القاهره؟ لا ليه؟ اصل كل ما افتح التلفزيون يقولوا ارض الجلف وارض الجلف، مش دي ارضك؟ اكيد جلف غيري، ما فيش غيري يعني. اكيد بس انا كلت من عندك شويه سندوتشات عسل، عسل والله من المحل عندك. محل ايه؟ البنك. لا يا عم اكيد بغل غيري، هو مفيش بغل غيري انا ولا ايه؟ بقول لك ايه، نجرب اعمل لنا كوبايتين شاي كده نصطبح قبل ما العمده يجي. انت سخن؟ انت عايز حاجه تطلع من دوار العمده؟ ده طخ اخوه عشان سندوتش مربى. يا مجنون والله العظيم، انتوا عيب بلد مجانين كلكم. شيخ البلد يا شيخ البلد، ايه دي يا شيخ البلد؟ ايه الحماره الجديده اللي انت جايبها دي؟ شفت يالا دي عليها رجول فظيعه. إيه؟ بس انا لقيت عينيها عماله تدمع كده، قلت اقعد معاها تفضفض لي. والله العظيم وقعدت معاها فضفضت لها. سمعت لها والله. صعبت عليه. والله ما هي البهايم بتحس ببعض. بس انا برضك ما رضيتش اعكسها، خفت لا الجحش يزعل. لو انا هزعل ليه؟ انا قلت برضو يعني يكون عندك. كل يوم تبهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت نصاب يا حرامي. انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. اذا انت بتحضر العفاريت ولا بتثبتهم؟
بس يعني انت ايه؟ انت قاضي يا دجال يا نصاب يا حرامي، ايه اللي جابك هنا؟ دي قاعدة كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي، انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل. جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال، ده تفضل قاعد كده والعمدة يجمع كل القرية وانت ما تروحش؟ ليه؟ هو التهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرام، ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قرد دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. والله العظيم ما تقدر. بس لا اسخطك قرد وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسنا. انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان. فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التين عملت؟ في ليله ضلمه مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالت وبتجري على الترعي. ايه اللي هو جري مالت في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالت وماشي على الترعي وبسمع حمائي ومبسوط. طب مش كنت تقول لي كنا نجيب الموبايل نصور ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها، يا معاك الموبايل معايا، تعال نعمل له فيديو دلوقتي. اهو اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بوه خمسه هوانيو خمسه الوجع. يلا يالا نزل الفيديو ودلع الدنيا. بس بس انت وهو بس يا رجاله يا نصاب يا حرامي. خلاص ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي ما سمعتها بالذات انا يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجي لك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكلة الراجل ده هي كلمة واحدة اللي هتحل كل حاجة. عليك نور. ايه هي بقى الكلمة اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الأول. ايه ده؟ هو أنت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما أنا رايح لدجال. ما أنا لو متجوز وعايز أخلف بروح لدكتور عمرو أدريسي. أيوة يعني أنت عايز تتكسر ذاتيا يعني؟ ما تجننوناش معاك. والله اهبل عيل اهبل عيل. ايه خلاص بس بس اهدى 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 بس يا حاج سالم. خد بس اقول لك على حاجه، العمده جاب اكل جوه الدوار ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجلي. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصات؟ مش كنت لسه بتكلم على الحماره و... في ايه ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني ابن ادمين مش راضين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات. عادي انا جوه الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط بتعمل ايه؟ خش يا حبيبي مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي. ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليك. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده انتهب. انت بتشتمني يا شيخ البلد؟ ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزمه على بوزك ولا تعرف تعمل اي حاجه. والله جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور، قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش، اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفني، انا جيت يا بلد منتني. ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا دي يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين باين على اللبس. الله فظيع اللبس ده. ده اديداس. اديداس؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده، انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. ايه انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلوناتي بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا. وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام سنه هتبقى لحد هنا والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده. اه يا ريم. ايوه ثواني انا عايز افهم بس، يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس هتطلع لفوق والديه. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش. ايوه صح المتحرش ده مش هيسيبه حد في حاله. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي هيريح كتير، لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات، وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده؟ اذا كنت قلب الجلابيه وبتحرشوا بيا
يلا انت شكل حكاويك كتيري. اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا، طول ماني بكسب مش ماشي من هنا. احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه. المهم المتعه يا هبه. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامه. انت عارف يا واد اغرب حاجه شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيته واقف في لجنه واللجنه مبهدلينه مش عايزينه يمشي وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ ربيت حزامي وماشي من غير صوت، طفيتي جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجاره طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجبه صوته، اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ ايه اسال شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البيت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتك. ماشي. السلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جود تالنت ده ولا ايه؟ ايوه. والله شفت صوته بس انا سقفت له، هو صوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا. يلا. خدي على ايه الزغارات دي؟ امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله. امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغارات دي كلها يا حاج؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه. في ايه؟ رونالدينهو بعت لي دفع على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبي. يشعر. ازيك يا شيخ البلد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ الغافر؟ يا نعم نعم. عامل ايه يا شيخ الغافر؟ يا نعم نعم. طب روح اعمل لي شاي. من عيني يا حجه. يا سلام. ايه البلد المجنونه دي؟ مالك يا شيخ البلد؟ حزين حزين حزين. حزين كده ليه؟ نفسي اخلف حته عيل يشيل اسمي. طب بسيطي خلف. اخلف ازاي؟ ما انا مش عارف. اتجوز وخلف. مش هتجوز انا. وانا كل ما اروح لحد اقول له عايز اخلف يقول لي اتجوز. مش هتجوز. الله هي كبرت في دماغها اخلف كده. ما هو انت ما ينفعش تخلف من غير ما تتجوز. لا ينفع. طب رحت تسلم الدجال النصاب؟ رحت له. طب بص بقى انا اخلص لك الموضوع دي. ايه؟ عدي عليا يوم التلات خد العيل. ايه دي؟ بسهوله كده؟ ايوه يوم التلات الجاي ده. اه الله. بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا. امال ايه؟ ماشي. عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه. ولقلط كده. ايه؟ ها وشعره يبقى طويل كده وسايح. ايه؟ واسود. ايه؟ عشان انت بتعملي ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات دي الكمبيوتر؟ لا دي مستشفى الجلاء للولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش هعرف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندنا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر باي. لا وريني اهو. ايه دي؟ يا كبرني يا هيبتني يا راجلني. بتعمل ايه يا كبرني؟ في ايه؟ انا بتتفرج على ايه؟ بتفرج على ديني. يا نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر 100 كنافه ولا برنامج الراقصه. كل اللي يخش نقعد نعمل عكيده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك برات شاي من الكبير قوي. البلاوي انت عايز تفرج. تعالي يا حاجة نقعد هنا شوية. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ لا يوم هتحزن. تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانية واحدة يا حجي، لان الموضوع صعب. لازم ندرك ان الموضوع صعب.
تمام؟ فلازم ايه؟ نتزاكي، ننزل صب. تمام؟ عشان ايه؟ يعني اظبطي زوايا واتزان معايا وايه؟ كده. يعني ننزل مرة واحدة. ننزل مرة واحدة عشان ما حدش يجي على التاني. عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي، بص انا هاخد كده، يعني انا ابقى الوضع ده. ماشي، وانا ماشي، ماشي ربنا يستر. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه؟ في ايه؟ جايين جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ اه يا ليل يا قمر، والفركة باضت على البقر. سلام عليك. عليكم السلام. سلام عليك. 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتوا من ده؟ جراه يا دي عرابي، كتر السلام يلي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا دي عبد الرخمة. ماشي ماشي. يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمدة هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحينا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا، راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. لا مش محمد، لا يا متولي. خو عايز اعرف مصيبة ايه وكارثة ايه ونكبة ايه؟ غرى ايه؟ حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لي؟ العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله، انا مش عارف. حاجه تضايق؟ معلش معلش، انت راجل شاعر، انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا، واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزه. الهام الالهام وجاي. الهام ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا ولد. نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار. ياض بقيت عامل زي المصاصة من كتر النسوان يا ولد. يا والله حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيدة. الواحي. قولي الوحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام، احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام ده. ايوه انا راجل شاعر وفنان. طب ما تسمعنا حاجه. هنا كده المناخ مش مناسب يعني. لا لا لا، المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمدي؟ يا راجل العمدة راجل هايف، قول بس. طيب كتبت حاجة كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اول. انا يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقة بيه، نكون احنا متجددين. ماشي. قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميكو نافي. يلا. بتقول ايه؟ ميكو نافي يا ميكو نافي، اديني حته بلاش تخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميكو نافع يا ميكو نافع، هات حته بلاش تخافي. تقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاه. طموح. طموح. كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافه وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه لحد النهارده ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرا موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام، ما هو الكلام ببلاش. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافه وكلها جلاش؟ يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش؟ عمار يا عمار.
حلوة دي. شعرك حلو والله يا هلا. في ايه ده انت شعرك بس ده للطبقات الراقية، احنا عايزين شعر للناس التافهة الهايفة اللي بيدس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفهم الناس الحقيري. ايوه خد دي يلا. بلدي ميت كنافة جوه الصينية محصورة معذوري شطوري اموري. بص العصفورة اكلتني التطوري، تعال ناخد صور يلا. يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهده مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا وسعت منك ودلدقت ومالت الحته ذروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي. عارف انا جرالي ايه. عارف انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه. جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبه بس. معلش ايه ده في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت له جرالي ايه؟ ادي جرالي ايه؟ ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اقراها. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه؟ قال لي فيه ايه؟ قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه. اهو ليل وعدي. ليل وعدي. ليل وعدي وراح. ليل وعدي. ليل وعدي وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده. قلت له انت تامرني. كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له عمرو روح اقف هناك. راح قلت له انا ديك تعالى انا ديك تعالى انا ديك تعالى تعالى بدارك يا اخوي. تعال تعال ما بنخافش يا عم. تعال تعال في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت عمال تزن على الراجل تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، انت تعرف اني المفروض والله لو العمدي اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدي؟ اه اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عرابي، هسمي نفسي عماد. وانا هدلعك اقول لك ازيك يا عمدي؟ عامل ايه يا عمدي؟ رايح فين يا عمدي؟ جاي منين يا عمدي؟ جرالك ايه يا عمده؟ شفت جرالي ايه يا عمدي؟ شفت جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ جرالي ايه يا عمدي؟ انا جرالي ايه؟ اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى يا واد. في ايه ياه؟ جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قوم لي يا عمدي. ايه دي؟ ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوم له اديله على بوز. قوم له. وربنا لا قوم له. لو انت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه. بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له. وربنا لا قوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع بكتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني. سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط. ما تعاقبنيش كده. يا رب يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قوم لي يا شيخ البلد. قوم. قوم. ده بيقول لي بقول له ولا قوم. ده انا هقوم اديك بالجزمة. ايه ايه ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ البلد تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدهم في الكفر دي. صح ده انا اهدي. انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي. ما تستوريش قوي يعني استوري بشويش. ما صحيح جراه يا شيخ البلد. ما تقولي لي عمده عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي. احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليكم. نظرا بقى للكلاب دي إيه؟ احنا لازم نشوف حل. ايه احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه بحيث لما نيجي نقوم نتزفلك كلنا. يعني نتزفلك كده نقوم نتزفلاتي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه هيسيبنا بالضيقه دي. اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا. واحد اتنين تلاته هوبه. تمام. حلوه صاحبه مايك اللي حملتيها دي يا حاج. حلوه. يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يو كان دانس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي.
واس ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قاعده كبارات البلد، ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد رد عليا، وانت شبه السنافر كده رد عليا. انت هتفرقع. هو بيتكلم كل 20 سنه جمله. يا ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله مكدوب بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لي، ما حدش يزعق لك، فاهمين؟ واللي ما ينفعش معاكو غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا عاد انت ربنا خد منك كل حاجه واداك في صوتك، في ايه؟ ايه ايه عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يا له. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه، واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلها، ده انتوا عالم. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي بتاع ليه؟ اهدي بتاع ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل انت الكاميرا، هتلاقيه تحت عندك. وطي صوتك، صوتك ما يعلاش. يهدي. هنزل لك السبت تجيب لي سجاير. يهدي. توطي صوتك. فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من البلد كلها. ياه. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجة هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطية جه. يا عطية، اندهلينا العمدة بسرعة يا هاني. وشك في الارض يا قريه مع صاحب العصمه، حضره العمده المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى، مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه. لا تقولي فاوس ولا كوب الشوافي، مع عمده ميت كنافي. هو اللي مأكلني، هو هو اللي مشربني، هو هو اللي ملبسني، هو 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 هو. النشيد الوطني ايه لميكو ناف. عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، ونقد
بيقدمها المصري هي حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. هي ايه؟ صحراء تبقى ايه؟ خضرة. بلد هبلي دي العمودية دي حاجة صعبة قوي. ايوه انا مجمعكم النهاردة عشان عايزكم حاجة مهمة قوي. ايه كل الناس جات؟ كله موجود اهو يا بلعوم. ده اقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات يا بلد هبلي صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد دي هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقلب. يا ده اللي والديتك شدتك من زورك؟ ايه يا وال وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تكلمش خالص يا نان. الحاج علي اني عايز اخدم حد عايز شيء حد عايز قهوه حد عايز يطيرش. يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضمش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. تتشطر عليه. عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ بتطول دورك. صعبان على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا عم؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلوم دي. ده انت جامد قوي. بتاعك عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك. انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟ هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمد ثواني. في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور ازاي؟ صباح الخير يا بلعوم دي. وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريري. خريري؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني واهل البلد هيني اهي تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه لا تاكل جزر؟ ايوه يا عمدي. طيب يا نادي يعني مش فاهم يا بلعوم دي الست ليالي تعباك في ايه؟ ما تجي ولا ما تجيش يعني هو الموضوع؟ ايه 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 انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايه وموت الكلام كيدي. ايوه ايه اللي جاب الواد دي هنا يا عمدي؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها. محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد. امشي يا ناطع انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي. انا اقعد اتنايا الارض. ايه اوعوا جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه عشان ما حدش فيكم عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟
يوم انا هقول لكم اني جميعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه، ما حدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ دي دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني، احتاجنا مثلا ميه يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيبلناش مارشميلو مع ان احنا ميكونات، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. ايه ان انتوا تفكروا بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. فكر يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمدة تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي، انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امينه شلبايد. وايه دي يا حجي، ايه دي سيكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ يا شيخ البلد العمدة يا شيخ، ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح علي بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه؟ انا مجمعكم لسه هنبتدي اهو، اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا. لا يفضل واقف. ها. ما بتقعد بتنام. ها. ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا، بس ما لقيناش حاجة والله. ما لقيتوش حاجة؟ ايوه والله ما لقينا حاجة. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكترة تغلب الشجاع. اني عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا عودي جنبي، تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمدة في حاله وتعالي عودي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. ايه دي عاد ازاي؟ ايه دي؟ اعتبريها الزبدة اللي ما بيني. دي زبدي بس اتحرقت. دي المورتي اللي احنا بنلمها من عالزبده ونرميه. قوم يالا من عندك. قال لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدي. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخيني. لا مش عايزين الافكار السخيني، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيكون لغاية عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، ميت كنافة طلع فيها. ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى لما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. ايه وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. ماشي. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكونات،
وريتها كنافة بالمكسرات. لا دي كنافة أرداح. احنا في ميك كنافة بنقابل الناس اللي في ميك كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا. اوعوا تخافوا لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندريه. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القريه اللي بنبصله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه. ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوه عادي وفجاه يجيني قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ جن بريء ما عملش حاجه ما لبسنيش. جن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع. انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله قديم. ايه مساء الخير. يا واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير. لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح بروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني. لازم تقول الجن لبسني. لازم اقول لازم اني وانا قاعد قال الجن لبسني. وانا قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه يا صاحبي لغايه اما تدوخ وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا لا ده مش جن ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبستني الجن. يا نار نار في كوعي يا عمدي. نار في ظهري يا عمدي. نار 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 في ظهري. اهرش لي يا عمدي. نار اهرش لك ايه ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده. بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم. انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من الابقات؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته.
وطبعا انت الفترة اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح؟ طبعا. وما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا ده اسهل حاجة بعملها في اي حتي. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ طبعا كتير. يعني انت بتفضل؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف يا ابني كده. هتطلعه المرة دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه دي؟ احنا لسه عملنا حاجة. لسه يا عم. طيب يلا. وقف. بقولك ايه؟ ايه؟ قبل ما تطلعه. ايه؟ قول له يسيب كل حاجة مكانها. وياك يخرج من حتة تضايقني. ما تقلقش. وقف. يلا. ارجع يا جن الاصلك. ارجع زي ما حدا ماضي وعلى الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. يا نهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع جن؟ انا بخاف اصلا. امال مين الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه. استنى كاميرات شغاله. ايوه. اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. ايه؟ صحافه جامدي. ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم. لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله. لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله. ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله. يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ ايه اهبل. يعني هتفضحنا. هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلي كده. ما حدش هيصدقني. ايه وانتم ممثلين فاشلين؟ ما حدش هيصدقني. تولعوا فيه. احنا عايزين فكره ثانيه غير فكره الجن دي. كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت قد ما تنطقش يا هلا. انت كل افكارك هابلي. ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانية؟ احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من الاصل. ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكره تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج شيخ البلد؟ ايوه. يلا يلا تهز البلد. مش تهد البلد يا حاج. اهدي. عايز فكرة يا جماعة. عايز فكري. يبقى نعمل مليونية. مليونية ايه؟ اذا كنا احنا 18 واحد في البلد نعمل 18 احنا عايزين فكرة تانية. لا 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 انا عندي فكرة يا عمدي. ايه؟ حاجة بقى صح بقى. ايه تزبطني. انت تكلم المحافظ رأسا وتقول له لقينا قنبله في قلب البلد. قنبله. وما لقيتش المحافظ بالمراسلين بالاعلاميين هنا في ظرف نصف ساعة ما بقاش انا زرزور. ايوه. يحفظ. يعني احنا لو قلنا في قنبلة صح الفكرة دي حلوة. وده موسم الانابل. ايوه دي قنبلة بداية الصنع ودي قنبلة اعدادية الصنع. واي حد بيحط قنبلة في اي ماشي. حلوة الفكرة دي. نخش نكلم المحافظ. ايوه انا مين معاه الموبايل عشان معيش رصيد. انا معايا ولسه مجدد الباقه. ممكن ادهولك يا عمدي. ها. لا يا عمدي المكالمه دي لازم تبقى من التليفون الميري عشان يبقى بلاغ رسمي. اي والله ينور عليك يا معلم زرزور. هي فعلا. يلا انا هخش اكلم المحافظ. عايز حد يجي يتفرج معايا وانا بتكلم على المحافظ. تعال 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 يا عمدي. انت واد يا منتن. انت ايه كتك دهي. اوعى ترمي البت بتي. سامع يا ساتر يا ساتر. الله الدار حلو قوي. انت يا زفت يا مسعود. هو
مش ابويا لسه قايلك دلوقتي ما تعرفش مين هي؟ انت عايز تموت يا ود؟ يا ابني انا خايف عليك والله. انا ما صدقت اللحظه دي تيجي. لحظه ايه؟ اني اقعد مع العيال لوحديني. صحيح يا مسعود؟ صحيح يا حبيبتي. يا صباح الجنان والمحني الفلاحي. جرى ايه يا حاج؟ ما تسيبيه يتكلم امال. ماشي يا اختي، ابتدي المحني يا اخويا. اتفضل. حاضر. ليالي. ايوه يا مسعود. عايز اقول لك كلمتين بسرعه قبل ما ابو العمده يجي. خير في ايه؟ عايز اقول لك ازيك. ان شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا فرحة أمك بيك! اهدي! اهدي! ايه الحلاوة دي؟ ايش؟ انت من كرسنة الكريمي؟ خلاص انا عايز اصلحك. ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. ايه؟ والله المكان واسع. طب بلاش. عايز اقول لك بس كلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوكي. ايه؟ ايدك انت. انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر، يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. ايه دي؟ بس دي تبقى جرسي. دي هتبقى اكبر جرسه يتجرسها ابويا في حياته، ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصه حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين. هتبقى اجمل قصه حب. دي مش هتبقى قصه حب، دي هتبقى قصه علاج. احنا قديه هنخليه طرطور مش زرزور، وناخد المزه دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال، دي عبده موته بقى ابن حلال. انا هنديلك العمده. لا عليا النعمه اللي هنديلك العمده في ايدي. يلا يا رجال. والله يا عمده. كلمت المحافظ. ايوه. يقول لي ازيك يا جناب العمدي. ايوه. الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول. اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعه الثانيه دي وخلاص. دار القرايه اللي طالعه من دماغ. كلمت المحافظ. قلت له يا جناب المحافظ انت اللي وقعته؟ جدع عيال بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ قلت له يا جناب المحافظ احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك. انا جرالي ايه نفسي اعرف انا جرالي ايه. والله ما اعرف انا جرالي ايه. انا كتبت قصيده بمناسبه ان انا دخلت الدوار. بتقول ايه؟ ايه عمده ميت كنافه يا عمدتني. على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يا هاني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عراب يعني فاكره مثلا عمده مثلا الناس ممكن تكرته على قفاه يعني؟ لا خلاص يا عراب يعني فاكره مثلا عمده ممكن الناس تستهزئه؟ لا خلاص يا عراب بهزقه يا عمده. انت بتهزقنا؟ ها خلاص احنا كده يا عمدي لازم نعمل حاجه مهمه. ايه لازم نجيب قنبله. امال الناس اللي هتيجي تتفرج دي هتيجي تتفرج على ايه؟ مفيش قنبله لازم نجيب قنبله. انا ممكن اقول لكم تجيبوا قنبله منين بس هتدفعوا كام؟ انت كل حاجه عندك فلوس يا ده الصبي يا حرام انت. ما هو ده كده الصاب هيعمل ايه تاني يعني؟ بقول لك ايه يا عمدي ولا الحوجه للواد النصاب ده. انا هجيب لك القنبله. عندك انابل يا زرزور؟ عندي انابل ومدافع وكل حاجه في الخيمه بتاعتي. وانت الحاجات دي حطيتها ليه عن حمايه؟ حماية ماشي خلاص ولا الحوجة ليه. انت تجيب لنا القنبلة عشان اما يجوا بقى الجرالين يصوروا القنبلة وهي عاملة كيدي وهي عاملة كيدي. خلاص الحق يا بابي العمدة. الحق يا بابي العمدة. الحق يا بابي العمدة. بابي العمدة. ايوه عايز ايه؟ الحق المحافظ اتصل وقال انه مش جاي هيبعت السور رفعت بدال. السور رفعت؟ ايوه
مش مهم السور رفعت، المهم هجيب معاك جرايد وجرالين. ما قاليش. ما قالك شيء. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يا عمدي، ما ينفعش، احنا عندنا قنبله، السور رفعت ده مش عارف يتصرف، لو قعد قدام القنبله هتفرقع في وشه. يا فرقع ده، ما هي هنا مواد متفجره داخل اطار معدني، لو سبناها تم هتولع فينا كلنا. بوف ايه؟ بوف ايه؟ ما قلنا خلاص يبقى كله خلاص. ايه؟ بنسبك الموضوع يا عمدي. تسبك الموضوع علي؟ انا ما انا عارف معاك، وما يجوا الناس والجرالين وسبكوها عليه. خلاص. احنا نقول لهم احنا لقينا حمارة مفخخة. لا ولدي، احنا عايزين فكرة جامدة يعني. انا عندي فكرة. عندي فكرة والله. يا اخي بدرس كده يعني. ها فكرة ايه؟ احنا نكلم المحافظ ونقول له بدل الجملة نقول ان في جماعة ارهابية جاية عايزة تقلب نظام الحكم. ايوه والله جماعة ارهابية تقلب نظام الحكم وياخد الكرسي بتاع العمودية بتاعي. الله ينور عليك، انا اول مرة نستفيد منك بحاجة. حلوة الفكرة. يعني عجبتك؟ عجبتني الفكرة. يبقى اتجوزني ليالي. بس يا دي انت عيب يا. اوعى تجيب موضوع الجواز ده تاني، سامع؟ بس ثم هجوزك ازاي؟ ده انت لسه حتى ما وصلتش لموسم التزاوج بتاعك. بس يا ولد مالكش دعوه بليالي بنته. ايه؟ مالكش دعوه، انا عجباني الفكره دي يا اخواني. حلوه. ايوه، وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي؟ الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله، بيقول افكار يعني. ايوه، ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. إيه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عن ميني. ايوه لازم اخد فرصتي واكبر بقى وابقى عمده زي يبقى عمده بالمنظر الزباله دي؟ يبقى عمده ازاي يا ولد؟ ابقى عمدي. انت فاكر انك هتخلت فيها يا عمدي؟ ايوه خلت فيها، قالي هخلت فيها، ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت، الواد دي الفكره بتاعته وحش. ايوه انت قولينا انت فكره يا عمدي. انا جت في دماغي فكره دلوقتي. هات قولينا. نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبله. ايه؟ مش لقينا قنبله، لا نقول له لقينا خليه ارهابيه وجاية تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه جدا. انت يا عبده بالفكره دي؟ فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه ايه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه فين الارهابي اللي هنسلمه؟ هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه، احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. انت مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال. احنا طول ما بنقول وش وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه ان هو الارهاب. ايوه صح، الله ينور عليك يا زرزور، هو ده الواد الارهاب اللي كان جاي يفكر في البال. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عمر. ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. وديه مش كلامان، ده كلامهم. امسكوا الواد دي. امسكوا الواد دي واربطوه في الشجره. حرام عليك يا ولد. انا داخل اكلم المحافظ اقول له امسكنا واحد بس ولا امسكنا اللي ما جوش معايا وانا بكلم المحافظ. لا تيجي تيجي تيجي. خش يا ولد منك فيه. اهلا، ده ارهابي وابن ارهاب. خش يا ضياع عليا المصلحه ولاد اللذينه. احسن عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى، انا الوحيده اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصلني علي عمل. يا سلام، نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي. يا ايه الاعراض اللي بتجيلك؟ قوليلي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص، انا اول ما تدقي الساعه 12 صوتي بيقلب. بيقلب ازاي؟ بيبقى عامل كده. ايه تعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت الجن ده. مين؟ ده امير عيب بتاع كايروكي. والله العظيم هو. هتعرف تجيبه؟ طبعا، ده حبيبي اجيبه لك على طول. ماشي. هات الحله بسرعه. ماشي.
يا رب ما تكشفناش بقى مره دي. الحل حط الحل هنا يا هو. كلامك ما بيتفهمش، احساسك ما بيتوصفش، انت بتقول كرامه هما يردوا بمهانه، انت بتقول العدل يجيبولك سامي العدل. تعال يا امير انزل اقعد. منور يا امير اقعد اقعد اقعد. ازيك يا امير، اخبارك ايه واخبار زاب ابن عمي ايه؟ والله العظيم وحشني. سلم عليه. ازيك يا امير عامل ايه وامك عامله ايه واخواتك كده كويسين؟ انت هتقدمي ده انا لسه منسيله حالي. طيب عامل ايه يا امير؟ كل كل يا حبيبي كل كل معاني كلي. هاكل الهوي. امال اجيب لك سعيد الهوي؟ ما تاكله ليا. حاضر. بقول لك ايه يا امير، ما تطلع مني روحوا سعيد الصاوي، والله تحفه والله احلى بكتير. ايه عشان تخرجوا لازم ترقص؟ هو اللي جاي يعني لو رقصت هيطلع مني؟ هو لو اتبسط هيمشي على طول. ماشي جاهزه؟ جاهز. يلا بينا. يلا هاتي ايه. دجال النصاب رايحه له ليه؟ ما انتوا عارفين ان هو دجال ونصاب، بتروحوا له ليه وجاب لك الحل؟ ايوه هذا دي. يا سلام عليك ويا بلد، ما بتموتوا في اللي ينصب عليك. طب انت كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ والدنيا اتقلبت وكله جاي دلوقتي حال. ماشي. ايوه امال انتوا فاكرين ايه؟ هو انا قليل؟ مش هتراجع نفسك حور مسعود دي؟ خلاص مسعود خلص، هو نصيبه كده، هو ده يعني مزاجي، هو نصيب ان هو يتمسك ويتحيب. ايوه ده عايز يناسب كبارات البلد، نسي نفسه المعفن. ايوه صح، الله ينور عليك يا معلم. ايه ده البوليس؟ يعني العمدي. اتفضل يا شيخ محافظ. هي دي يا ابني الكنافه. محافظ جه يا جدعان، محافظ جه. السلام عليكم. اهلا يا جناب المحافظ. ازيك يا جناب العمدة، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، منور يا جناب المحافظ. ربنا يخليك. اول مره سيادتك تيجي عندنا هنا في الكنافه. لا بلد جميله وملزقه يا عمدة. صباح الخير وسلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم. بس يا ما تطفشوش يا واد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ده موبايلك؟ معلش يا عم ده الجرد. الو انتوا فين؟ انا في 100 كنافه. انتوا في 96 كنافه؟ طيب انتوا لسه قدامك 4 كيلو.
لا مش بالقشطة. يلا سلام. ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. المشاكل اللي عندكم يا عمدة؟ ايه موضوع يعني الجماعة الإرهابيين وكله يعني تحت السيطرة وكله تمام، بس احنا عندنا مشاكل تانية في بلدنا يا جناب المحافظ. مشاكل وأنا موجود يا عمدة؟ أيوة طبعًا، ما قلت لهم ما يصحش وأهل البلد هم يقولوا لك على المشاكل اللي عندنا. قول له قال. أيوة إحنا عندنا مشاكل والنبي يا سيادة المحافظ والنبي. قول مشاكل. حضرتك الأرض بار. طب ما اتجوزوها يا ابني، إيه المشكلة؟ جناب المحافظ بيهزر. يعني الارض بار اتجوزوها على اساس بايري. مش حلوه. سيالة يا دجال، يالا سيالة يا دجال، ده انت دجال اضحك على اي حال. ها يا ابني قول مشاكلك وبسرعه. ما حضرتك لما الارض بارت جيت ازرع ورده طلعت. طلعت شاديه؟ ايه يعني؟ يا اضحك يا هلا، ما توديناش في ده. مش حلوه. اتفضل يا ابني مشاكلك اخلص. حضرتك جابولنا امه، جابولنا جرار زراعي، بس الجرار طلع صيني. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا مراتي صينيه يعني. صينيه اللي هي بالبطاطس دي؟ لا صينيه اللي هي شوكور. ايوه هي دي. طب ودي معمره معاك؟ والله بوستها بوستين وباظ. الواد ده مش عاجبنا يا عمر. خد يا هلا درجه تمشي. مش قادر والله، كانك واكل حاجه حامي. الراجل جاي بيقول حاجات ورا بعضيه. سيب اتفضل. ايه مشاكلك؟ انا عندي مشكله. قول. انا مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي ايه؟ انا مش عارف انا جرالي ايه. انت عارف جراله ايه؟ هو من امبارح عمال لي يوجع. انا ما اعرفش والله جرالك ايه، بس انا تملي معاك والله العظيم. الله ينور يا حضرة المحافظ. ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. وسيادتك جاي لوحدك، ما جبتش جناب المأمور معاك؟ كان معايا يا جناب المأمور. يا مأمور. يا محافظ. ايوه يا مأمور. انت فين يا محافظ؟ انت فين يا حبيبي؟ يا محافظ. ايوه انت فين يا محافظ؟ ايوه انا سامعك. ايه يا عمدة؟ اهلا وسهلا جناب المأمور. بقالي ساعة ماشي في كنافة، ده انا جالي السكر. معلش. ايه يا عمدة؟ يا بلدنا مش عارف اركب العربيه بتاعتي، الطريق كله مكسرات. خد تعال خد تعال. والله عنده حق. هلا في يا عمدة، هو متضايق من ايه الولد؟ لا مفيش، افهات غريبه ورا بعض. ايه ده؟ يعني الواحد ليه قدره، ليه قدره على التحمل. يعني احنا اخر حاجه افهين مثلا. ايه البواخه دي؟ المصيبة اللي حصلت يا عمدة. المصيبة الحمد لله كله تحت السيطرة يا جناب المأمور، كله تحت السيطرة، ومسكنا الواد الإرهابي اللي كان جاي يفجر في البلد كليتي، والحمد لله كله تحت السيطرة. انت بس تقعد وتاكل لقمة وعاملين لك بطة ويزي وكله تمام. كله تمام ايه؟ عملتوا ايه في الإرهابي؟ الإرهابي ربطناه في الشجرة. طب ما تربطوه في الشجرة. انا محدش يتوقعني. إيه؟ محدش يتوقعني يا عمدة، مش انا. ايوه صح. انتوا اهل البلد؟ ايوه احنا اهل البلد. ازيكم يا اهل البلد؟ هقول لك على حاجه. ايه؟ هقول لك مين ورايا. مين؟ المحافظ. يا صاحبي. ايوه يا محافظ. اقول لك مين ورايا. مين؟ العمدة. يا اهل البلد. ايوه هقول لكم مين ورايا. مين؟ مش قايل. محدش يتوقعني. سيادتك غام غامض جدا ومحدش بيتوقعني يا عمدة. ايوه صح. يا اهل البلد. ايه عندكم مواهب كويسة اسمعها اكتشفها؟ ايوه انا موهوب. انت موهوب؟ ايوه. سمعني يا ابني موهبتك. انا بندب اغاني. نعم بندب اغاني. يعني بتبعت لها؟ لا لا بندبها. في اغاني بتتكتب واغاني بتتندب. عديد. عدد يا اخويا. انا ندبت حاجة للأستاذ عمرو دياب. بتقول كان كل حاجة أغلى حاجة، كان دنيتي، كان اسمه حبيبي. يا دهوتي يا دهوتي يا دهوتي يا مالك يا حبيبي في ايه؟ أنا مش عارف أنا جرالي ايه. البلد دي ده يا ابني شكلك عندك موهبة. أنت يا بيضان أنت يعني بطرب ساعات.
سمعنا حاجة كده. يعني آسف جدا على أخطائي، آسف على بركان أشوائي. يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا لا 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 مجنون. معليش انا ما حدش يتوقعني. ايوه صح، انا عايز اشوف الولد الارهابي، ابص في عينه اتوقعه اعرف ان هو الارهابي، هعرفه على طول اول ما تجيبه الارهابي. انا صلى على النبي. سياده المامور، يا سياده المامور، سيادتك تعبان ولا حاجه؟ يعني لو تعبان ممكن نيجي بكره. يعني انا مش تعبان، انا عايز الارهابي. حاضر. في الارهابي. حاضر. النادي على الغفر يا عمدي. يا غفر يا غفر، هاتوا الارهابي وتعالوا احسن الراجل هينفجر فيني. حاضر يا جناب العمدي. ها سيادتك ايه ده بقى؟ سيه احنا الثلاثه بس. يا هلا، هو ده الارهابي اللي في النص؟ ربطي له فتله يا عمده. يا دوب انت الارهابي. ايوه. فكوا قيوده. هو عنتر، ايه اللي فكوا قيوده؟ سيارة ما تردش على جناب المأمور. انت يا حبيبي ما تخافش، انا مأمور ما تخافش مني. انت زعيم تنظيم ايه يا حبيبي؟ انت في تنظيم ايه؟ انا في تنظيم الاسري. محمد يا سيبهولي. ايه في ايه؟ انت مالك انت؟ وانت رئيس مباحث الافهات؟ ايه؟ ما كل واحد يقول اللي هو عايز والناس يعني بتوح. بس مش قوي كده يا عمدي. عمدة مش مشكلة يعني. لا 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 لا، انا ما حدش يتوقعني. ضعلك في اي حتة مش انا. خلاص مسكنا العنكبوت. خلاص خلاص يا جناب المأمور، معلش سيب، وده في كل عرض بيتباه. ولد يا إرهابي، كلمني شوية عن التنظيم اللي انت فيه. مين زعيم التنظيم؟ أبو زرزور. إيه أبو زرزور ده؟ سناكس؟ خد أنا اللي همشي بقى كده. الله هو طالع شوية صغيرين وماشي ومش مكمل معانا للآه. خلاص سيب. انت الارهابي؟ ايوه. ده مش ارهابي، ده ارهابي نيو يير. نشيلها من نصها. خلاص هابي نيو يير يا عمده. بدل الكلام الفارغ اللي انت بتعمله ده يا عمده، انتوا تفحتوا ارض 100 كنافه تطلعوا منها غاز وبترول وفحم. انت يا عمده. ايوه. 100 كنافه لو فتح عرق لو فحم. اصحى اصحى. لو فحطنا 100 كنافه هنطلع ايه؟ الله اعلم. انت هتسنون انا. هو ممكن اقول لك نفحتها ونطلع زبيب، بس انا ما اقولش الكلام ده. مش هاني. خلاص ده العبده. انا بقول له ممكن اقول، بس انا مش هقول يعني. طلعوا منها زبيب يا عمده. مش هاني اللي يقول. السعلي يا محافظ. يا دي كوميديا المرمطة يا عمدة. واضح ان الموضوع كبير قوي. بيقول لك هو زعيم التنظيم. مين زعيم التنظيم؟ يرجع للضراب هناك دي. مين زعيم التنظيم يا حبيبي؟ قلنا ان زعيم التنظيم ابو زرزور. ده ابو زرزور فين؟ ده محافظ.